سي انا بصفتهم حامي لهذا المشروع اني المبتكر سمح لي ذكرت البدايه انه هذا المشروع تاتي في سياق تفعيل برنامج تاد المبادره الوطنيه برنامج تحسين الدخل والدمج الاقتصادي للشباب محور دعم رياده الاعمال هو المحور سي العمل اللي وفر يعني بفضل توجيهات سيدنا الله ينصرو واحد الامكانيات هامه للشباب يعني العاطلين عن العمل سواء منهم حامل الشهادات او غير حامل الشهادات من اجل الاندماج في سوق الشغل بدل الانتظار امكانيه التوظيف او امكانيه التشغيل في القطاع الخاص. فهذا البرنامج يوفر امكانيات من جهه امكانيات التقنيه حيث ان هذا البرنامج بفضل منصات الشباب اللي تضمنها كتقدم واحد المواكبه يعني لحامل الشباب لحاملي المشاريع من اجل تمكينهم من تكوين ملفات المشاريع ديالهم وكذلك واحد الدعم مالي اللي كيوصل السقف ديالو ل 100,000 درهم حتى وان كان بعد التعديل الاخير وصل ل 150,000 درهم. للاسف الاخوان دازوا في المرحله الاولى واستافدوا بالسقف ديال هذا التمويل المتاح في اطار هذا يعني هذا البرنامج. كذلك سيد العامل لابد من الاشاره ان هذا المشروع اللي تيحظى اليوم وحنا كنخلدوا بذكرى 48 لذكرى المسيره الخضراء المضفره يعني كيجسد واحد الواقع هو انه هاد الشباب حاملي المشاريع بالمثابره ديالهم وبالاجتهاد ديالهم اللي تيكون عنده شي فكره ومقتنع بها انه كيستطاع يبلورها يعني في ارض الواقع. هذا المشروع المبتكر عنده ابعاد اقتصاديه اكيد لانه كيسمح بالتشغيل ديال هاد الشباب اجتماعيه كذلك غيشغل معاه واحد المجموعه كما غيجي في العرض ديال الاخ وكذلك يعني جوانب بيئيه بحيث انه الماده الاوليه المعتمده كتجي من البقايا ديال تجديد الاشجار الى غير ذلك. واعتقد ان سيد العامل الزياره ديالكم لهذا المشروع غيعطي دعم معنوي كبير لا لهذا الشباب ولا للشباب الاخرين اللي مسجلين في المنصه واللي كينتظروا حتى هما كذلك الدعم ديالهم. حميد الشياضمي رئيس مصلحة برنامج تحسين الدخل والاندماج الاقتصادي للشباب. هاد المشروع اللي غيتشرف السيد العامل بتشينو بمناسبة ذكرى 48 المسيرة الخضراء يندرج في إطار هذا البرنامج محور ريادة الأعمال. التكلفة الإجماع هو عبارة عن مشروع ديال الفحم النباتي الإيكولوجي. التكلفة الإجمالية ديال المشروع هي تقريبا واحد مليون و 200,000 درهم. ساهمت فيها المبادرة الوطنية للتنمية البشرية بواحد 100,000 درهم. كاين شركاء كفرصة ألف فكرة. هاد الشباب هادو استفدوا من واحد المواكبة ومن واحد التكوين في إطار منصة الشباب اللي تتصارع عليها واحد الجمعية اللي تتكلف المواكبة البعدية والمواكبة القبلية والبعدية. سمح معكم البراهمي محمد مسير شركة بيو شاغبو لإنتاج الفحم النباتي الإيكولوجي. أولا كنشكروا هيبا بريس على هاد التغطية للزيارة ديال السيد العامل لهذا المشروع ولنا الشرف بهاد الزيارة. وكي معروف أن السيد العامل دائما في الدعم ديال المقاولين الشباب وكذلك الحاملين الأفكار للمشاريع من أجل الدعم ديالهم وكذلك تحفيز ديالهم من اجل النجاح في هذا المشروع في هذه المشاريع ديالهم بدون مشاكل مستقبليه ان شاء الله. بالنسبه للمشروع ديالنا اللي هو الانتاج الفحم النباتي ايكولوجي من المخلفات المحاصيل الزراعيه وذلك بواحد الطرق حديثه اللي كتناسب مع البيئه وكتناسب مع الجوده وكذلك الانتاج. Des consultations
ليتود بعدا شنو فيها؟ فيها هذاك لي روجي لي زوبليمون فيهم شي 200 متر كوب باجور، وعندو لو بروسيدي اللي هي كي ايتي غادي يكون لو روجي ناقص على البيلي روبال افيكتيفمون حاش غنشوف لي روجي ديال 200 متر كوب باجور لي راسيو غادي تكون عندك. معكم السيد بن دحول ادريسي محمد امين، وهو رئيس هو شاف البروجي لانجاز هذا المشروع. هذا المشروع اللي تيندرج في اطار هو مشروع بناء محطه معالجه المياه العادمه ديال عين جمعه، وتيندرج في اطار البرنامج الوطني للصرف الصحي السائل المشترك واعاده استعمال المياه العادمه. وهذا المشروع خصصت له واحد الميزانيه تقدر ب 7.5 مليون درهم، والمده الانجاز ديالو ان شاء الله تكون تتراوح 12 شهر. والكونسيستونس ديال هذا البروجي، اولا هو انشاء اون كوندويت دامني، واحد السعه ديال دي ان 400، واحد الطول ديالها ديال 1.2 كيلومتر. والشطر الثاني ديال هذا المشروع هو انجاز واحد المحطه ديال المعالجه، اللي الهدف من اللي هي عباره عن محطه معالجه دو تيب ديال فيلتر بلونتير اوزون، والهدف منها هو تريتمون ديال هاد لي زويجي ديال عين جمعه كامله، والحصول في الاخير على واحد المياه ذات جوده باش تمشي للميليو ناتوريل. بسم الله الرحمن الرحيم. المشروع اللي تفضل السيد العامل باعطاء انطلاق ديالو اليوم كيروم انجاز الطريق الرابطه ما بين مدرسه عيد عبد الكريم والطريق الاقليميه 7005 على واحد المسافه ديال 3.2 كيلومتر، واحد العرض ديال 6 امتار. مده الانجاز غتكون 3 اشهر، وواحد الغلاف اجمالي ديال 2,350,000 درهم. بالنسبه للمشروع الثاني على مستوى الجماعه ديال الترابيه ديال شرقاوه، فهو تم التقديم ديالو السيد العامل اليوم، وكيهم انجاز الطريق الرابطه من الطريق الاقليميه 70 و61 ودوار قداره مرورا دوار قرنصه، كيمتد على 2.1 كيلومتر، واحد الغلاف اجمالي ديال 1,600,000، والعرض ديال الطريق 6 امتار، بالاضافه الى المنشات تصريف مياه الامطار. الاشغال تنطلق في بدايه في هذا الشهر ان شاء الله، وغتمتد لمده 3 اشهر. قبل ما تخرجوا ما تنساوش تابوناو في لاشين يوتيوب وتبارطاجيو لا فيديو مع صحابكم ومواقع التواصل الاجتماعي. ما تنساوش ديروا جيم وتضغطوا على الجرس باش يوصلكم جديد ديالنا.